صالة لكسي السينمائية. مرحباً، أنا لكسي وأنا بقاعة السينما. إنها مكان مميز أعرض فيها الأفلام التي أصنعها أنا وأصدقائي. اليوم سنشاهد فيلم صديقي جيرمي الرومانسي، حيث يتجاوزون العقبات ليكونا معاً دائماً وأبداً. استمتعوا بالمشاهدة. قصة حب. عيد زواج سعيد لنا. طاولة لشخص. قصة لطيفة، متشوقة جدا لأعرض الفيلم التالي، ولذلك الوقت فلتتابعوا أفلام لكسي.